في إحدى الليالي المظلمة والهادئة، كان حسن حارس مقبرة قديمة تقع في أطراف قرية نائية، يجلس أمام كوخه الصغير بجانب المقبرة. كان الهدوء يخيم على المكان، والظلام يغمر كل شيء إلا من ضوء القمر الخافت. اعتاد حسن على هذه الأجواء المخيفة، فقد قضى سنوات عديدة يعمل في هذا المكان، ولم يعد يخشى الأرواح أو الأموات. لكن في تلك الليلة كان هناك شيء مختلف. شعر حسن بشيء غريب في الهواء، وكأن هناك عيون تراقبه من الظلال. فجأة سمع صوتا خافتا يأتي من قلب المقبرة. ارتفع الصوت تدريجيا حتى أصبح همسات غامضة تتردد في أذنيه. حاول تجاهل الصوت، لكن قدميه خانتاه وتحركت نحو مصدر الصوت، وكأنه كان مسحورا. عندما اقترب من أقدم القبور في المقبرة، ارتفعت الرياح فجأة وتجمع الضباب حوله، ومن وسط الظلال ظهرت أمامه أشكال مخيفة. كانت أكبر من البشر، لكن ملامحهم غامضة ومتغيرة. كانوا من الجن، وبدأ أنهم لم يأتوا بسلام. تقدم قائد الجن بخطوات بطيئة نحو حسن، وكان جسده يتوهج بضوء أخضر باهت. قال له بصوت عميق ورنان: لقد اخترناك أيها الحارس، لديك مهمة، إما أن تنفذها أو تدفع الثمن أنت وعائلتك. تسمر حسن في مكانه من الرعب، لكنه استطاع أن يسأل بصوت مرتعش: ماذا تريدون مني؟ أجابه قائد الجن بابتسامة شريرة: نحن قبيلة من الجن تدعى قبيلة الغاسق، كنا محبوسين في هذه الأرض منذ قرون، ولا يمكننا التأثير على العالم البشري إلا من خلال وسيط. أنت ستصبح ذلك الوسيط، ستساعدنا على إيذاء من نريد، وتحقق رغباتنا في هذا العالم. وإذا تجرأت على الرفض فسننتقم منك ومن أحبائك، لن تكون زوجتك وأولادك بمأمن منا. شعر حسن بعرق بارد يتصبب على جبينه. كان يعلم أنه لا يمكنه الهروب، فقبيلة الجن الغاسق معروفة بقوتها وشراستها. لم يكن لديه خيار سوى الموافقة، لكن قلبه كان يتمزق من الخوف على عائلته. وما الذي تريدونني أن أفعله؟ سأل حسن بصوت مبحوح. اقترب قائد الجن أكثر وقال: سوف نقوم بمعاهدة، أنت ستصبح وسيطنا، وعلينا أن نضمن طاعتك. سنطلب منك تنفيذ مهام شريرة من حين لآخر، وإذا خانتنا أو حاولت الهروب فسندمر كل شيء تحبه. في تلك اللحظة ظهر من بين الجن مخلوق آخر أكبر حجما وأشد ظلاما، وكان يحمل بين يديه كتابا قديما من الجلد. قال القائد: ضع يدك على الكتاب واقسم بأنك ستكون لنا خادما وفيا. مد حسن يده المرتعشة ووضعها على الكتاب، لكنه شعر بتيار كهربائي يسري في جسده. كان يعرف أنه وقع في شرك لا مفر منه. منذ تلك الليلة تغيرت حياة حسن. أصبح يؤدي مهام الجن الغاسق في الظلام، مختبئا عن أنظار الناس، بينما كان يحاول بجهد حماية عائلته من غضبهم. كلما حاول التمرد كان يتذكر التهديدات البشعة التي وعدوه بها. ومع مرور الوقت بدأ حسن يشعر بأنه يفقد نفسه تدريجيا. كان يخشى أن الجن لن يتركوه أبدا، وأنه أصبح رهينة إلى الأبد في عالمهم المظلم غير قادر على الخلاص. مع مرور الأيام بدأ حسن يشعر بأن الجن لا يكتفون بما يطلبونه منه. كانوا يطلبون منه المزيد والمزيد من المهام الشريرة، وكأنهم يختبرون صبره وقوته. في البداية كانت المهام بسيطة، تخويف بعض القرويين أو إلقاء تعويذات صغيرة تسبب الحظ السيء لأعدائهم، لكن مع مرور الوقت ازدادت مطالبهم ظلمة. بدأوا يطلبون منه أفعالاً تتجاوز قدرته على التحمل. في إحدى الليالي ظهر قائد الجن مجدداً أمام حسن وهو يحمل وجهاً أكثر قسوة من ذي قبل. قال له: حان الوقت للمهمة الكبرى، نريدك أن تقتل أحد سكان القرية. تجمد حسن في مكانه، لم يكن يتوقع أن تصل الأمور إلى هذا الحد. لا يمكنني فعل ذلك، صرخ حسن محاولاً التراجع، لكن القائد ضحك بصوت قاس وقال: إن لم تفعل ما نطلبه فإن أول من سيدفع الثمن هم أطفالك. سنزورهم الليلة في أحلامهم، ولن تكون مجرد كوابيس، ستكون نهاية لهم. شعر حسن بالرعب يتغلغل في قلبه، لم يكن يعرف ماذا يفعل. كيف يمكنه أن ينقذ عائلته دون أن يفقد نفسه تماما في الظلام؟ في تلك اللحظة قرر حسن أن يحاول التواصل مع شيخ القرية، رجل معروف بحكمته ومعرفته بالعلوم الخفية. توجه إلى منزله في منتصف الليل حاملا قلبه المثقل بالخوف والقلق. عندما وصل إلى باب الشيخ كان يرتعش من الرأس إلى أخمص القدمين. استقبله الشيخ وهو يعرف أن هناك شيئا غير طبيعي يحدث. جلس حسن أمام الشيخ وروى له كل ما حدث منذ الليلة الأولى التي التقى فيها بالجن الغاسق. استمع الشيخ بتركيز ثم نظر إلى حسن بعيون مليئة بالجدية: أنت وقعت في فخهم، لكن كل معاهدة مع الجن لها ثغرات. قال الشيخ: سنحتاج إلى خطة دقيقة لإنقاذك وإنقاذ عائلتك.
بدأ الشيخ يعد الطلاسم والأدعية اللازمة لتبديد قوة الجن وكسر معاهدتهم، ولكن كان هناك تحذير: هذا الأمر لن يكون سهلاً، إذا علموا أننا نحاول تحريرك فقد ينفذون تهديدهم بسرعة، يجب أن نتحرك بحذر. في الليلة التالية، بينما كان حسن يستعد لتنفيذ المهمة الشريرة التي طلبها الجن منه، قام الشيخ بأداء طقوسه في الخفاء. وفي اللحظة التي كان فيها حسن على وشك القيام بالفعل المحرم، شعر بشيء غريب يحدث. الهواء حوله أصبح كثيفاً، وبدأت أصوات الجن تتلاشى تدريجياً. فجأة ظهرت أمام حسن صورة قائد الجن وهو يصرخ بغضب: خدعتنا أيها البشر، لكننا لن ننسى، هذه ليست النهاية. ثم اختفى القائد مع بقية الجن في دوامة من الدخان الأسود. كان حسن قد تحرر، لكن بثمن، لم يعد كما كان من قبل. روحه كانت محملة بالذكريات السوداء لتلك الأيام التي كان فيها خادما للظلام. عاد إلى منزله وعائلته، لكنه أدرك أن الجن قد يراقبونه دائما، وأن معركته معهم لم تنتهي بالكامل. تركه الشيخ مع تميمة تحميه وعائلته، ولكن حسن عرف أن الظلال قد تعود في يوم ما، وأنه يجب أن يكون مستعدا لأي شيء. وهكذا عاش حسن بين الخوف والتحرر، دائما على حافة المجهول، يتذكر الليالي التي كان فيها أسيرا لعالم الجن الغاسق. متنساش تشترك وتتابعنا وتعمل لايك عشان يجيلك كل جديد.